So, what's become of the Amber? Sorry, nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Changed your mind yet? Ada? Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey, Ada! Ada! Perfect. السلام عليكم ladies and gentlemen, فهد سعال in the house, والآن راحين نكمل المسير. وزي ما انتم عارفين أشلي للأسف اللي تعبنا ومدري إيش عشان نرجعها انخطفت ثاني مرة. تكلمنا مع أيدا. أوكي, لنكمل المسيرة. الآن يجب التوجه لغرفة العرش اللي هي وين بالضبط. هنتوجه لهذا المكان. طيب, في نفس الوقت زي ما انتم عارفين اللي هو احنا جبنا هذه القطعة. اوكي, اللي hopefully اذا عندي access للمكان اللي كانت موجوده فيها اشلي فنقدر ناخذ بعض القطع وبعض الاشياء. صح, ايش هذا الشيء؟ يمكن استبدال بجواز في اوكي نيفر مايند. وطالب انه احنا موجودين عند البياع ف obviously ابغى اروح, وسمعت من عندكم ان انا اقدر ارجع اسلحه. ممتاز, that's beautiful. خلينا نروح عند البايع اول حاجه. ايضا سمعت تعليق من عندكم, هذا اللون معناها انه في البايع موجود. I've got some new items in stock. Welcome. I've got something new for you, mate. حلو, قلتوا لي انه اقدر اشتري. All my wares are in tip-top shape. يا الله, yes, هذا اللي انا ابغاه. طيب ممتاز ممتاز, حلو, خلينا نروح نبيع اشياء. لحظة, أول حاجة قبل ما أبيع بتأكد إنه القطعة دي أوكي ما عليها أي حاجة. طيب ممتاز, أوكي خلينا نبيع هذا الشيء. ممتاز. طيب إيش اللي كمان نبيعه؟ What else what else what else anything else I can help you with. حلو, أخيرا. لحظة, الوصفة. طيب ورطة يا أخي, ورطة, لأنه هذه كمان برضو مهمة, وذي كمان يا ولد مرة مهمة. الاثنين صراحة جدا مهمة, بس في نفس الوقت أنا نفسي أشتري هذه يا أخي. يا الله, طيب دحين إيش الورطة دي؟ إيش الورطة اللي أنا دخلتها دي؟ والله شوف, هذا انفجار وهذا انفجار, يعني الاثنين مهمة, بس الحلو في ذي انه انا عندي الوصفة, يعني اقدر اسوي لي وصفة سريعة واطلقها كده. اعتقد عندي الوصفة حقت الاسهم, ولا اقول لك مان. طيب انا كده ابو الورطة. طيب خلينا نشوف ايش اللي اقدر ابيعه ده. لحظة خلينا نشوف ايش ممكن نبيع. ايش ممكن نبيع؟ ابيع هذه. والله ورطة. معليش أنا دحين ترددت والله, لأنه أنا الاثنين دي بالنسبة لي مهمة. أقول لكم خليني أخذها الآن دحين, وبعدين نعمل لها اختصار. والله ما لها مكان اصلا. اوكي ليديز اند جنتلمان, خدنا شويتين وقت بس على اساس نعدل ونضبط المضابيط. طيب انا ابغى اروح للمكان اللي كانت موجوده فيه, يعني شوف هنا مثلا
وهنا وهنا كمان على أساس استخدم المربع اللي كان معايا. ما أدري إذا أقدر أدخل لنفس المكان ولا لا. Let's do that. Yep. Let's do that. طيب. Yep. وهنا دخلت آشلي. حلو. زي ما انتوا عارفين في المرحلة حقت آشلي شفنا لنا كم حاجة. ف اوف هذيلاك لسه موجودين. اوبو 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 اوبو, أوبو. يب خلينا نطلع من السلم من هنا. يب هذه هي بالضبط بالضبط. اوكي نايس بيوتيفول. يا الله بيوتيفول بيوتيفول يا اخوان. اوه يلعن بالورطه. طب دحين ايش اللي حيصير يعني؟ ارسال الى المستودع. اقدر اخذها بعدين يعني ولا كيف يعني؟ مان طيب كيف اعرف يعني اذا السلاح ده جيد ولا ابو كلب ولا؟ اتمنى اقدر ارجع لها بعدين يعني. عموما اخذنا هذا الشيء. دحين كمان المفروض اعتقد في هذه كمان. راح نروح نجي نحاول ناخذ الشيء ذا كمان. يا ممتاز صح. وين الشيء هذا؟ ايوه هو يب هو. That's nice. Okay. Hello. إيش هذا الشيء؟ That's beautiful. That's beautiful. Oh, okay. ينصر دينك. Nice. Hello. لحظة أبغى أشوف كم سعر هذي. الآن يجب أن نذهب إلى البائع. صراحة أنا عارف إنه هذا قرار إنه لو ضفت شيء راح يكون مرة جامد بس أنا مستعجل فراح أرتكب هذا القرار. That's beautiful. That is beautiful. هذا اللي إحنا نبغاه بالضبط. طيب الآن خلينا نطور في الأسلحة ونعمل تعديل. عندي 17,000. اوكي عندي هذه. عندك الماجنم. لا مش الماجنم. فين الماجنم؟ يب عندنا هذا الشيء. Not enough cash, stranger. This kind of work is about finesse, pleasant travel. مرة نايس. طيب خلينا نشوف اذا اقدر. هذا المستودع. Never mind. طيب أنا لازم أتخذ قرار. خلينا نقول الرشاش خلينا أرجع المستودع. أوكي حلو كده الآن صرنا هذه الأسلحة اللي عندنا. That is beautiful. أوكي معليش أخذت أنا وقت طويل جدا. ما انتبهت من دي. والله ما انتبهت. حلو ممتاز. والله أصلي عليك وربي أصلي عليك. أنا كل ما أروح إلا وأحصل هدايا وأحصل. يا أخي ما هذه العظمة ما هذه العظمة. يا الله مرة ممتاز. حنصلحه. طيب نايس. طيب الآن عندنا هذا الشيء. دائما نبغى موارد obviously. دائما
وحناخد لنا بخاخ because why not. Okay, let's go. Let's go. Let's go. الله يا مان. فهد سال in the house. Okay, خلينا ننتبه. غرفة الجمهور. أنا ماشي صح؟ اوكي واو والله يا مان. على فكره بس عشان تفهموا انا اخذني نص ساعه بس للتعديل، انا اختصرت لكم بالضبط كل الاشياء اللي عدلتها واشتريتها، فبتطلع بشكل اسرع بالنسبه لكم. يعني الحلقه دي عباره عن تجميع، والله الحلقه دي عباره عن تجميع كنوز. انا ابغى ردها. الحلقة هذه عبارة عن تجميع كنوز. وال لحظة يا الله، أنا جاي أحارب ولا أجمع ولا طب انا ايش استفدت يا واد؟ اوف ول واو يا فهد. يا فهد. يا فهد. اوكي ينو انا اقول لكم حاجه عشان نعملها بشكل مختلف، راح اخلي الحلقه دي فعليا عباره عن تجميع كنوز لا اكثر يعني. فقبل ما نعدي، يا الله يا الله يا فهد، انا على بالي ابغى ارجع اكمل الجيم عدي. حسبي الله ونعم الوكيل. اوكي هذه كمان برضو لقيت تعليق نسيت، هذه اللي انقز لها من فوق مدري اعتقد، بس حلو حلو. اعتقد حتكون حلقة ممتعة يعني. اي ثينك جمع وشيل واو الخير، وبرضو يعني تروح انت بعيد عن القصص وهذه الاشياء. مرة كويس حلو. ساعة رولي ذهبي. الله الله البيع فقط. Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price. Thank you. حلو. A deal well struck. لحظة بشوف إذا هذا التمثال. والله رهيب يا فهد. اوه هذا يبغى له تصليح. Molding a weapon to suit your specific needs. والله الماجنم مره قوي يا ولد ما شاء الله تبارك الله. طيب الحين ايش نبغى نقوي؟ هذه قوتها 1، هذه قوتها 8، هذه قوتها 3. اقوي هذه ولا اقوي الماجنم من 15 ل 18؟ اوكي. This kind of work is a حلو goes a long way. بس كيف اعرف اذا هذه الشنطه مقارنه باللي عندي يعني كيف؟ اوكي ليديز اند جنتلمان، راح اوقف اللعبه هنا بالضبط. وبس كانت تطويرات وتعديلات واو الخريفه، اتمنى يعني ما تكون ممله واي حاجه بالنسبه لكم. اي هوب انه احنا ضبطنا المظابيط وعملنا كل شيء. ليديز اند جنتلمان نشوفكم ان شاء الله في الاجزاء القادمه. يا انا فهد سال، نشوفكم ان شاء الله على خير. بيس.
out.